إذن حديث القاهرة، كراهية المرأة لتمن غالي جدا جدا جدا، هذا الشعور وهذه الممارسة وذلك المنهج الذي ربما يعني يصيب شرائح وقطاعات واسعة جدا في العالم، حالة العداء للمرأة للتميز الذكوري، الاستعلاء الذكوري ده بيتفق تمنه غالي في المجتمعات. العنوان الكبير لمجلة الإيكونوميست في غلافها المدهش ثمن كراهية المرأة، المجتمعات التي تسيء معاملة النساء مالها بقى أفقر وأقل استقرارا. قمع النساء لا يضرهن وحدهن بل يضر الرجال أيضا، هو يضر الإنسانية عموما كلية. جمعاء جمعاء، المقال المعمق اللي مبني على دراسة وكتاب لثلاثة من الخبيرات الباحثات الأستاذات في عدة جامعات أمريكية وأوروبية بيطرح نقاط بالغة الأهمية تستحق إن إحنا نتأملها وندرك يعني أبعادها ونحاول ننزل بهذه الأبعاد وهذه الزوايا بتاعت الدراسة دي على أرض الواقع المصري، يعني نشوف اللي بيقولوه عن عموم العالم بأي صورة وبأي وجه بيحدث في مصر، عشان إحنا يعني نستفيد ونعتبر رغم إنه مصر مش مذكورة في الدراسة على نحو صريح وواضح وإنما إحنا جزء من هذا العالم والكون. يعني الدراسة عاملة إيه؟ عاملة متلازمة، يعني المتلازمة اللي هو ما يلازم فعل يلازم آخر، ظاهرة تلازم آخر. فهو بيتكلم عن الدراسة بتكلم عن متلازمة أبوية النسب وعدم الاستقرار السياسي العنيف. بمعنى إيه؟ السلطة الأبوية، النظرة للمرأة بشكل حاد فوقي استغلالي في المجتمع، هل ده قصاده ده يلازمه ايه بقى؟ لو المجتمع شغال كده يعني حالة من حالات عدم الاستقرار القائمة على الأبوية او النظرة الأبوية او التمييز الجنسي ضد المرأة، يبقى احنا عندنا كم دولة وكم مجتمع يعاني بناء على السياسات دي اللي بيعملها. هم قسموا التصنيف ده 176 دولة وقال لك المعاملة غير المتساوية للنساء في قانون الأسرة وحقوق الملكية، الزواج المبكر للفتيات، الزواج الذي يجبر المرأة على السكن مع أهل زوجها، تعدد الزوجات، مهر العروس، تفضيل الابن، العنف ضد النساء، المواقف الاجتماعية تجاه ذلك. دي المعايير اللي اسمها متلازمة الايه؟ العنف ضد المرأة أو أبوية النسب والأخوية. المتلازمة دي هل الصفات دي لما تتوفر في مجتمع كلها على بعضها صفات ايه؟ خليني أكررها مرة أخرى عشان نعيها كلنا. المعاملة غير المتساوية للنساء في قانون الأسرة وحقوق الملكية بمناسبة الميراث والتراث، الزواج المبكر للفتيات، الزواج الذي يجبر المرأة على السكن مع أهل زوجها، تعدد الزوجات، مهر العروس، تفضيل الابن الذكر طبعا، العنف ضد النساء، المواقف الاجتماعية، موقف المجتمع من كل الكلام ده. فلو إيه بقى؟ طبعا اللي ياخد صفر يبقى أحسن دولة ما بتعملش كل ده، اللي ياخد 16 يبقى أسوأ دولة. فالديمقراطيات الغنية الغربية نجحت طبعا وحصلت على الامتياز، استراليا، السويد، سويسرا حصلت على أفضل نتيجة صفر، ما فيهاش كل اللي احنا قلنا ده. طيب ايه بقى الدول اللي حصلت على الأدنى؟ العراق 15 نقطة، نيجيريا، اليمن، أفغانستان، وخد بالك المفارقة أفغانستان قبل طالبان، ماشي؟ كل ده كان فيها قبل طالبان، ما بالك ببعض طالبان. جنوب السودان، شايف الدول اللي بتعامل المرأة بطريقة
معاملة غير متساوية في القانون، الأسرة وحقوق الملكية، الزواج المبكر للفتيات، ها زواج القاصرات اللي بنطلع له قانون، الزواج الذي يجبر المرأة على السكن مع أهلها، تعدد الزوجات، مهر العروس، تفضيل الابن، العنف ضد النساء. شو بيوصل الدول لإيه؟ أدي الدول اللي فيها كل الصفات دي، عراق، نيجيريا، يمن، أفغانستان، جنوب السودان. تعال أسأل باحثة خبيرة، الأستاذة آلاء برانية، الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، واسألها عن رأيها في هذه الدراسة، ولأي حد تعكس نظرة حول المرأة في العالم الآن. أهلا وسهلا بحضرتك. سمعني؟ سامعك، تفضلي يا استاذ علاء. سمع. الحقيقه ان التقرير فعلا هي في علاقه وطيده ما بين التنميه وما بين التمييز الجنسي ضد المراه. اكيد اي دوله هيبقى فيها تمييز جنسي ضد المراه هتبقى دوله فاشله، او الدول فعلا اللي بتخزن النساء هي الدول الاكثر فشلا وهي الدول اللي بتفشل. بضوء التقرير الحقيقه ذكرني التقرير بطبيعة الدولة اللي احنا كنا بنعيشها من فترة قليلة بحكم الإخوان المسلمين. كان في تمييز فج وتضييق على المرأة، إقصاء ليها في كل المجالات، لقينا دعوات لفك المجلس القومي للمرأة، لقينا دعوات أخرى بإلغاء قانون قتال الإناث، إلغاء قانون التحرش، كان في دعوات صريحة وتقديم مشروع قوانين لتخفيض سن زواج الأطفال لتسع سنوات، وده كان هيؤصل بطريقة كبيرة فكرة الزواج المبكر. أعتقد إن لو كان استمر حكم الإخوان كنا هنبقى زي العراق وزي أفغانستان وزي الدول اللي اتذكرت في التقرير. الحقيقة كمان في ضوء التقرير عندنا بعض البقايا المتأصلة والظواهر السلبية الموجودة لغاية دلوقتي هنا في المجتمع المصري، زي ختان الإناث، زي التحرش، زي زواج الأطفال. مش أي نعم النسب مش زي زمان، بس دلوقتي لسه موجودة ومتأصلة في المجتمع المصري زي ما بنقول بقايا. الدولة الحقيقة واقفة عليها على قدم وساق لمحاربتها، سواء من صعيد الاستراتيجيات الوطنية، احنا عندنا استراتيجية وطنية لختان الإناث، عندنا استراتيجية وطنية للحد من الزواج المبكر، وعندنا استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة. كمان على صعيد صياغة القوانين دلوقتي في تغليظ لعقوبة ختان الإناث، وتغليظ بعقوبة التحرش، وفي قانون طالع للزواج المبكر. فأعتقد إن إحنا فهمنا كويس قوي اللي قبل ما التقرير يطلع، فهمنا كويس قوي إن فعلا لازم نتجه لتنمية المرأة على كل المستويات، علشان ما نبقاش زي الدول التانية اللي هي فشلت في إن هي تميز المرأة وتدعمها. أستاذة آلاء، على صعيد الدولة وعلى صعيد الإجراءات التشريعية، إحنا في حالة تقدم فيما يخص النظرة لقضية المرأة والتعامل معها، لكن هل ده منعكس على الشارع، على المجتمع؟ هل إحنا استوعبنا كشعب وكمجتمع يعني دور المرأة، الشراكة الحقيقية للمرأة، ولا إحنا لسه بنمارس تمييزا واستعلاء ورغبة أيضا حتى لدى قطاع واسع من النساء لا يمكن إغفاله، لأنه يبقى دور المرأة هو الدور يعني الأقل أهمية من الرجل، المرأة اللي هي أصلها واجبها البيت، أصلها المرأة كل الأفكار التي لا تزال موجودة في مجتمعنا، هل لا تزال بذات الحضور بتاع زمان، ولا سياسة الدولة اللي بتعملها دي أثرت وغيرت؟ الحقيقة يا أستاذ إبراهيم هتفضل موجودة طالما هي كان فكر متأصل، ما تولدش بين يوم وليلة، هو موجود من زمان وإحنا لسه بنعاني منه لغاية دلوقتي. فالحقيقة هي هتفضل موجودة، لكن هي هتحارب بالتمكين. يعني أنا كل ما بمكن المرأة أكتر، كل ما بدمجها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، بيخلينا أكتر إن هي يشكل عندها وعي، إن هي نفسها تتمرد على العادات والتقاليد، وإن هي نفسها تبحث عن الاستقلالية وتبحث وتدرأ العادات السيئة دي. فأعتقد إن إحنا التمكين هو السبيل الوحيد إن إحنا نحارب المجتمع وسلطته على المرأة اللي هي كانت من زمان قوي ولسه برضو بقاياها لغاية دلوقتي لسه بنعاني منها فعلا.
صحيح التمكين الاقتصادي للمرأة شيء مهم وضروري، لكن لما تعمل يا أستاذ علاء أنه قرابة 32% من الأسر المصرية تعولها امرأة أو تعيلها امرأة، ولاقي موقف الرجل من المرأة المعيلة وموقف يعني الآباء أو الإخوة أو الأزواج واستغلال المرأة المعيلة والتعامل على هي اللي بتصرف على البيت، فيبقى المقابل عنف تجاه المرأة المعيلة وعنف لفظي وعنف جسدي مرة أخرى، يبقى التغيير الثقافي مقدم ومهم للغاية، لأنه أكيد حتى في إطار أكيد التمكين طبعا في معاناة حقيقية. الحقيقة لازم يتم الموضوع على التوازي، لأن احنا ما عندناش رفاهية الوقت، احنا لازم نشتغل الدو وكل الاستراتيجيات اللي طلعت عن المرأة بتشتغل على صياغة القوانين اللي بتحارب العنف ضد المرأة وتشكيل الوعي المجتمعي، فإحنا ما نقدرش نفضل الأول نشكل الوعي المجتمعي وبعدين نبتدي نمكن المرأة نخليها تستوعب، لا إحنا بنمكن المرأة الأول، ومع بالتوازي مع تشكيل الوعي المجتمعي هيجي وقت وهو هيبقى خلاص فرضت المرأة الأمر الواقع وبقت موجودة في كل المجالات، فأعتقد إن ده هيبقى له عامل كبير في تشكيل الوعي المجتمعي، ان الرجل او المجتمع هيتقبلها، هتبقى موجوده قدامه، هتبقى رئيسه في الشغل، هتبقى موجوده زميله في الشغل، كل ده هيخليها تقبل الامر الواقع. صحيح ممتاز فعلا، لكن التقرير نفسه او الاشارات اللي موجوده في الدراسه اللي اشار اليها تقرير ايكونوميست اتكلم على ما لا يقل عن 130 مليون فتاه من تعداد العالم مش موجودات، يعني كان المفروض العالم يبقى فيه 130 مليون فتاة، لكن الموقف من المرأة والعنف ضدها والتمييز ضدها أدى إلى أنه العالم ينقصه الآن 130 مليون فتاة. بيقول برضو أنه الدراسة في جامعة كولومبيا بتقول أنه كل ارتفاع بنسبة 1% في نسبة الرجال إلى النساء يقابله ارتفاع بنسبة 3.7 في الجرائم العنيفة، وده شيء برضو لافت للانتباه جدا، ان احنا عندنا هنا في مصر بنتكلم على 52% رجالة و 48% نساء، بنتكلم تقريبا نص المجتمع، يعني ربما نسب فيها توازن شديد بين الرجل والمرأة، لكن التوازن في الرقمي ده في العمل بنلاقي نسبة بطالة عند المرأة أعلى بكتير، في الأمية بنلاقي نسبة أمية أكتر عند المرأة، الموازين دي كيف يمكن أن تعتدل؟ أنا مع حضرتك يا أستاذ إبراهيم، فعلا النسب عندنا إن كانت بتتقدم لكنها بتتقدم ببطء، يعني عندنا مشاركة المرأة في سوق العمل حسب البنك الدولي لعام 2020 كانت حوالي 23.7%، لو بصينا ل 2012 هنلاقيها 21%، ففي تقدم لكن تقدم بطيء. ده بيخلينا نطرح العديد من الأسئلة، إيه هي المشاكل اللي بتواجه المرأة في بيئة العمل بتخليها تحجم أصلاً عن إنها تدخل في بيئة العمل، برضو تساؤلات عن قدرة القطاعات المختلفة على استيعاب النساء، توفير بيئة آمنة ليهم، كل دي تساؤلات بيخلينا في نسب شغالة والدولة شغالة، ولكن في معوقات للمرأة إنها تدخل سوق العمل، إنها تشتغل، إنها تثبت نفسها، زي معوقات ثقافية، معوقات اجتماعية، هنلاقي تدني في الأجور بين الرجل والمرأة، ده بيخلي المرأة تحجم أحياناً عن النزول للعمل، هنلاقي فيه إن عدم استيعاب لطبيعة المرأة، إن حد الإنجاب نفسه متطلبات الأسرة بيبقى محدد رئيسي إذا كانت المرأة تشارك أصلاً في سوق العمل أو لا، زي دراسة أجرتها المجلس القومي للمرأة بيقول إن كل ما زاد عدد الأطفال للنساء زاد أكتر أو أقل احتمالية لنزولها الشغل أو لنزول العمل، فالدولة بتشتغل وبنطلع الاستراتيجيات وبنطلع القوانين، لكن احنا لازم نمهد للمرأة نفسها بيئة عمل آمنة، لازم نمهد للمرأة نفسها مجتمع وتشكيل برضو وعي مجتمعي لتقبل المرأة. اعتقد ان النسب هتزيد بسهولة اكتر من المعدلات اللي هي المفروض بتزيد بيها دلوقتي. ممتاز، عندنا نقطة هنا برضو في التقرير بالإشارة إلى منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، بتقول انه رغم انه زواج الاطفال بيتراجع من سنة 2000 لكن
وكمان انه في اكتر من 50 دولة رفعت الحد الادنى للسن القانوني للزواج الى 18 عاما، لكن 19% من النساء في العالم بين 20 سنة و 24 سنة اتجوزوا بحلول سن ال 18، 5% تزوجنا بحلول سن ال 15، بل تعدد الزوجات بقى يعني اكثر انتشارا في دول زي الهند واوغندا ومصر ونيجيريا. خليني اتوقف عند النقطة دي فيما يخص القانون الخاص بزواج القاصرات. ازاي شايفة استجابته للظواهر الاجتماعية اللي من النوع ده؟ الحقيقة احنا عندنا في مصر حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حوالي 117 ألف حالة من زواج الأطفال، وده رقم كبير قوي. الحقيقة منهم كمان للأسف أرامل ومنهم مطلقات، يعني دخلوا الحياة وخرجوا منها قبل ما يشوفوا حياة أصلا. فإحنا عندنا الظاهرة دي، وده اللي خلى فيه استراتيجية لمكافحة زواج الأطفال، بس للأسف عندنا القانون لسه قدامه وقت. كان فيه مشاريع قوانين موجودة لكن للأسف لسه قانون ما طلعش. عندنا بنلتزم بارتفاع الحد الأدنى للزواج الأطفال 18 سنة، لكن برضو الوعي المجتمعي أو في مناطق في الريف وفي مناطق في الحضر الحقيقة ما بنلتزمش بالحد الأدنى للزواج اللي هو 18 سنة، وبيتم للأسف زواج عرفي، وده بيؤدي في الآخر لقضايا كتيرة في محاكم الأسرة لإثبات نسب أو لإثبات طلاق أو غيره. فالحقيقة إحنا عندنا المشكلة دي نفسها بينقصها الوعي المجتمعي، بينقصها التغيير الثقافي الجذري في مجتمعات زي الريف ومجتمعات في الصعيد لسه متمسكة. استاذ الاء، البعض بيقول خلينا نعالج الامور دي تدريجيا، واصل دي ثقافه متجذره، يلا نغيرها شويه بشويه، مفيش داعي نعمل مصادمه مع المجتمع. وفي جانب تاني بيقول لا، نبقى كوريا. يعني كوريا الجنوبيه طبقا للدراسه دي اسرع دوله في العصر الحديث، فككت نظام ابويه في 1991، ساوت بين الذكور والاناث في حقوق الميراث، انهت الحق التلقائي للزوج في حضانة الأبناء بعد الطلاق، تم إلغاء المفهوم القانوني لرب الأسرة الواحد اللي هو عادة بيكون الذكر، يعني صدر حكم بعدم دستورية الاغتصاب الزوجي، قلصت معاشات الدولة المتزايدة من نسبة الكوريين العجائز اللي بيعيشوا مع أبنائهم ويعتمدون عليهم، تحول أكثر المجتمعات تفضيلا لإنجاب الذكور إلى تفضيل إنجاب الإناث في غضون جيل واحد. ففي دول قدرت تغير مجتمعات خلال جيل واحد. هل تعتقدي كباحثة شابة في هذا المجال ان مصر يمكن ان تكون من هذه الدول القادرة خلال جيل واحد ان احنا ننقل مجتمعنا هذه النقلة في العلاقة بين الرجل والمرأة، وان يبقى المواطنة كاملة لا منقوصة؟ الحقيقة لسه لغاية دلوقتي هو الدولة بتعمل على ده بنصيغ القوانين والقوانين بتطلع، ولكن برضو في محاربة، أو مش هنقدر نقول محاربة قد ما في مصادمة مع المجتمع. إن إحنا طبيعة الدولة، طبيعة الدول وثقافتها بتختلف من دولة لأخرى. إحنا متمسكين جدا بعاداتنا وتقاليدنا، متمسكين جدا بالأطر الدينية اللي تربينا عليها، سواء هي كانت آراء دينية خاطئة أو آراء دينية صحيحة، إحنا متمسكين بيها. صعب قوي إن حد يدخل ويقول لنا اللي تربينا عليه طول الوقت ده مش صحيح. صعب قوي في مجتمعات أقل ثقافة فيها معدل أمية أعلى شوية. أنا ما بتكلمش على الحضر أو على، لأن نسبة زواج الأطفال مش مرتبطة بالحضر قد ما هي مرتبطة بالبيئة أو بالبيئات اللي هي فيها نسبة أمية عالية وفيها معدل فقر أكثر. فإحنا دلوقتي بنتكلم على بيئة معينة متمسكة جدا بعاداتها وتقاليدها والأمور الدينية بيها. أعتقد إن مثال كوريا مش هيبقى زي مثال الدولة المصرية، بس إحنا شغالين على ده، ودولة مش مقصرة في صياغة القوانين وصياغة القوانين اللي بتواجه العنف ضد المرأة بشكل كبير. بنأمل إن يحصل توعية مجتمعية متوازية وتكون بنفس الإطار أو بنفس سرعة صياغة القوانين وإصدارها. شكرا جدا،
أشكرك جدا أستاذة علاء برانية، أشكرك للغاية. أشكركم وألتقي بكم غدا بإذن الله، حديث القاهرة.